للحديث عن تنامي الخطاب التحريضي في العراق في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية معنا من صلاح الدين المحامي والناشط الحقوقي السيد مصعب الناصري. سيد مصعب، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى تتحمل الأحزاب والميليشيات تنامي خطاب الكراهية في البلاد؟ بداية شكرا جزيلا على هذه الدعوة. حقيقة ما يحدث في العراق هو الأمر اليوم يعني أمر صعب. حقيقة تنامي خطاب الكراهية خصوصا في هذه الفترة، في فترة حكم الإطار التنسيقي في ولاية جديدة له في السلطة، هذا الخطاب هو يستخدم لاستقطاب الجماهير واستقطاب البعض من المنتفعين واستقطاب الأشخاص الطائفيين الذين يؤمنون بالطائفية والذين يؤمنون بعرقية المناطق ويؤمنون بذلك. حقيقة موضوع الخطاب الكراهية هذا الموضوع مستمد. موضوع خطاب الكراهية هو لم يكن وليد اللحظة، كان على أثر يعني أثر سنوات سابقة منذ عام 2003 ولحد هذه اليوم. لحد هذا اليوم العراق يعاني من خطاب كراهية، وزادت هذه الحالات في عام 2006 عند اندلاع الحرب الأهلية، وكذلك في عام 2014 ضد أبناء مكون معين في العراق. إلى أي مدى فشل البرلمان في صياغة قوانين تحد من خطاب الكراهية في العراق والتي تعاظمت بشكل كبير ضد الناشطين ومنتقدي العملية السياسية كذلك النازحين؟ حقيقة لم ينجح البرلمان العراقي في تشريع قانون يضمن لجميع الأفراد في المجتمع العراقي حرية الرأي والتعبير. كذلك البرلمان العراقي اليوم سيطر عليه أحزاب سياسية، هذه الأحزاب هي منتفعة من السلطة وتستخدم هذا خطاب الكراهية. بالتالي لا يمكن تشريع أي قانون في البرلمان العراقي خلال هذه الفترة، لا يمكن تشريع أي قانون خلال هذه الفترة بسبب أنه هناك تضارب في المصالح ما بين البرلمان العراقي وما بين الأحزاب السياسية المسيطرة على البرلمان العراقي والأغلبية، هم يمثلون الأغلبية الساحقة في هذا البرلمان. طيب، على هذا الأساس كيف ساهم خطاب الكراهية الموجه في الإعلام إلى كيف أسهم في ترسيخ أو زيادة انتهاكات وجرائم برزت بشكل رئيس ضد الصحفيين وأيضا ضد المتظاهرين؟ بالفعل شاهدنا العديد من الحالات الانتهاكات ضد الصحفيين والمتظاهرين وأيضا الناشطين. اليوم أصبح انتقاد أي مؤسسة على أساس إداري أو تقويمي لعمل هذه المؤسسة، اليوم أصبح هذا الانتقاد يتحول من انتقاد إلى دعوة قضائية وإلى شكوى وإلى مطالبة بالتعويض من قبل البعض، وهذا ما يمارس من قبل الأحزاب. حتى أحزاب المكون السني اليوم بدأت تسير على هذا النهج. يعني اليوم نرى حيدر الحمداني موقوف في صلاح الدين، تعاملنا مع واقع أيضا سابقا بهذا الموضوع. هذه الواقع حصلت عندما أقام السيد محافظ صلاح الدين السابق دعوة قضائية على على ناشط مدني بعد الحديث عن قضايا الفتاة. حقيقة اليوم خطاب الكراهية متواجد، لا يمكن استئصال هذا الورم إلا باستئصال الأحزاب الفاسدة والأحزاب التي تحمل أو تدعم السلاح في الشارع، وهذا الأمر صعب جدا، لأن اليوم من يسيطر على البرلمان. بما أنه صعب من وجهة نظرك، يعني ما المطلوب من وجهة نظرك اليوم؟ ماذا يمكن فعله من إجراءات في العراق أمام تبني أحزاب وميليشيات خطاب الكراهية وخطاب التمييز الكبير التمييز الطائفي في بلد غير مستقر أمنيا كالعراق؟ ما هو المطلوب؟ ما نحتاجه اليوم في العراق هو العودة إلى الهوية الوطنية، هذه الهوية التي بنت العراق وبنت أمجاد كبيرة لهذا البلد العظيم، وجعلت من العراق اليوم دولة في مقدمة بلدان العالم سابقا. اليوم لو عاد جميع العراقيين إلى هذا الخطاب، إلى الخطاب الوطني المعتدل بعيدا عن العشائرية وخطاب الكراهية والخطابات التي جاءت مع المحتل وأذناب المحتل، لو خرجنا اليوم بمنظومة مؤسساتية متكاملة قادرة على بناء أي دولة وقادرة على حفظ وصيانة القانون. نعم، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصعب الناصري الناشط الحقوقي وكذلك المحامي، كنت معنا من صلاح الدين.